كنعتبر باللي الملكية ضرورية في المغرب، وتنعتبر باللي العمل مع جلالة الملك في تفاهم وسيمبيوز أحسن ما يمكن أن يقع. واللهم نحقق واخا غير شوية من داك الشيء اللي جيت عليه، ونحافظ على هذا الانسجام وهذا التعاون اللي اليوم مضرب الأمثال في الدول الأخرى. راه الشرق كينظر لنا الآن بواحد النوع ديال يغبطنا على ما نحن عليه، ويتمنى لو كانت هذا الروح موجودة. لأنه واحد العدد أمين، لأن واحد العدد ديال الدول فيها شد اللي نقطع عليك أو لا فيها شوية الفوضى. فالمغرب الحمد لله اليوم متميز، مرتاح، المغرب مرتاح، جلالة الملك يطوف العالم، كيمشي للصين، كيمشي للهند، كيمشي لروسيا، كيمشي لفرنسا، كيمشي لهولندا، كيمشي لإفريقيا، فين ما مشى يستقبل استقبال الأبطال الحمد لله. والبلد آمنة مطمئنة، ما زال عندنا مشاكل طبعا، وحنا كنحاولوا باش نصلحوها تدريجيا وفي اتفاق دائما مع جلالة الملك. إذا الثقة والانسجام مع الوسط. اسمح لي أنا سي سعيد، أنا ما خدمش بوحدي، أنا معايا تجمع الوطني الأحرار، ومعايا الحركة الشعبية، ومعايا تقدم الاشتراكية، وكل واحد من هادو عنده مرجعية ديالو، ومعايا وزراء مستقلين. ما معنى مستقلين؟ كل شيء تيفهم شنو معنى مستقل. وزير الأوقاف، أول وزير طلب مني سيدنا باش نديرو في الحكومة، أول وزير، وزير الأوقاف، وزير الداخلية في الحكومة الثانية، أول وزير طلب مني سيدنا باش نديرو اللعب هذا. حنا كنتفلاو يعني واش تيسحب لكم هاد الدار خالية، غير غيجي رئيس الحكومة ويقبض السيف ويبدا يشير على عباد الله. هذه راه بلاد عندها قواعد وعندها أعراف وتقاليد، وفيها سلطان، فيها سلطان، فيها ملك، فهمتيني ولا لا، كيحكم. والله إلا عجبتني واحد السيدة قالت لهم بن كيران كيخدم والملك كيحكم.